نبي الواتساب ايضا، هل نفس الموضوع، نفس موضوع دايركت مسج ونفس موضوع محادثات في 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 تويتر؟ الواتساب هو أسوأ برنامج من الناحية الأمنية يستعملون الناس. الواتساب، الواتساب البرنامج ينشر جميع معلوماتك بلين تكست غير مشفرة لأي أحد ممكن يطلع عليها، أي أحد يعني إذا أنت إذا شركة اتصالات تطلع على كل شيء، كل صورة، كل فيديو، كل جروب أنت داش فيه، منو موجود بالجروب، أرقام تليفوناتهم، ساعة الدخول، ساعة الخروج، الروابط التي وضعت ومنو ضغط عليها، منو دخل عن طريقها، الانفايت، صور، كل الأشياء. يعني إذا طلع لشخص ما مثلا شخص اسمه ناصر طلعت معلومات عن الواتساب أو البرودكاست اللي دازها، فمعات الشركة اللي هي اللي مطلع عن هذا الأمر طبعا، وهي قاعد تخزن، ترى شركة اتصالات الكويت تخزن الواتساب وتقدمها للنيابة. احنا راسلنا الشركة أكثر من 1500 إيميل أرسلنا للشركة أنها تدعم، أن نبيها تدعم التشفير، لأن في شركات رسلناها وغيرت من سياستها ودعم التشفير. أنا مع مجموعة من الشباب نسوي بحث ودراسات على كل برنامج ونختبره ونراسل الشركة، الشركات، وحتى وجدنا مثلا برنامج اسمه التانجو حق التحدث الصوتي سوينا ورسلناهم بوجود ثغرات في البرنامج. تويتر الوحيد، قصدي الواتساب الوحيد اللي كان يرفض يستعمل التشفير، وكان يقول لنا في الإيميلات، وأنا حطيت الإيميلات صورتها في تويتر، أن جميع الكلام وجميع الرسائل والروابط والصور بمقدور شركات الاتصالات وشركات الإنترنت معرفتها. مشكلتنا هنا أن شركات الاتصالات تستعمل اشتراكات شركات الانترنت، يعني انت الحين قاعد تمر على رقاب مجموعتين من المراقبه، مرحلتين من المراقبه. نعم. زاد وزاره المواصلات، زاد في خيار اخر ابو يوسف للناس يستخدمونه بدل واتساب؟ اي طبعا، برنامج اخر، في برنامج مشابه له بالضبط اسمه برنامج لاين، لاين اي ان اي، من شركه اسمها نافر، شركه يابانيه سيرفرتها في اليابان، انا قرأت خصوصيتها بالكامل، ما يمكن ان تكشف عن معلوماتك الا باذن لاين الاي ان اي. جميل. اذا استاذ عبد الله العلي ينصح باستخدام بعدم استخدام الواتساب لانها لا يعني ليس فيها اي خصوصيه، لا تحتفظ باي خصوصيه، وينصح باستبدالها بموقع او ببرنامج اخر اسمه لاين. فنحط فلتر اي بي ادرس على الايكوال، نحط الاي بي اللي هو مال الفيكتيم او الشخص اللي بالراقبه. نبدا هني نختار الانترفيس ونختار يعني مثل اي شيء يعني احنا نبيه هني، نبدا ستارت. يتم الان اي موضوع يطلع من هذا الشخص يتسجل عنده هني، شغل واتساب، دز. طبعا احنا نبي واحد يتبرع برقمه، فلقينا الاخ هارديز حاط رقمه بالواتساب موجود هني، قام يسوي هني شبك الجهاز. اوكي، هذه الكلمه على طول طلعت معانا، الرقم هذا ارسلها الى رقم هارديز، كلمه في واتساب هاز نو انكريبشن، هذه واتساب هاز نو انكريبشن، هذا الكلمه طلعت. دز لينك مثلا، دز مثلا اي لينك يعني لاي موقع. مثلا I'm from Kuwait، هذا الكلام قاعد يطلع. مثلا ارسلنا doodle.com، نرد نحط مرة ثانية find filter، هذا google.com، هذا اللينك اللي ارسلته حق هذا الرقم 1888833 google.com طلع. طبعا هذا يعني شيء بسيط، انت قاعد تعترض معلومات داخل شبكة شركات الاتصالات، نوقف الاتصال هنا، عندها يعني شيء ادفانسد وشيء اقوى وشيء اكبر، اجهزه جباره، كونكشن عالي،